اللي متابعني من زمان على يوتيوب يدري ايش كثر انا احب الحلويات. هذا ليش دائما احب ان اسوي وصفات هني على يوتيوب، حلويات صحيه، وعندي الكتاب اللي هو الحلويات بدون ذنب. بس شنو تتوقعون يكون جوابي اذا احد خيرني ان اعيش طول عمري يا بدون حلويات وبدون خضار؟ خليكم لاخر الفيديو وراح اقول لكم شنو يكون جوابي. قواش، اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم ابي اكلمكم عن ان شلون ممكن تتناولون خضار اكثر، وشلون تزيدون كميه الخضار بيومكم وبوجباتكم. الفيديو مال اليوم راح يكون مخصص حق الناس اللي ما يحبون الخضار كلش او ياكلون قليل خضار بيومهم. راح اسوي فيديو ثاني راح انزله الاسبوع الجاي اللي هو خلينا نقول الجزء الثاني لفيديو اليوم، راح اتكلم فيه اكثر حق الناس اللي متقبلين الخضار بس ودهم يزيدون الكميه، او ممكن حق اللي مثلا خلينا نقول يعدي المرحله، او النصايح اللي راح اتكلم عنها اليوم ويبي يتقدم اكثر ممكن انه يروح حق الفيديو الثاني. المهم خلينا نبلش. ما اعتقد احتاج اقول لكم ايش كثر الخضروات مفيده حق الجسم، وغير كذي لان السعرات الحراريه فيها قليله نسبيا فهم تساعد على انقاص الوزن. بس هذا مو موضوعنا اليوم. احنا ندري ان لازم ناكل خضروات، بس اللي نبي نتكلم عنه ان شلون ممكن نزيد الكميه ونوصل حق الحصص اللي مفروض ان ناكلها باليوم. شنو يعني الحصص؟ خل اشرح لكم. قبل اشرح لكم عن الحصص اللي لازم نتناولها باليوم من الخضروات، بس ابي اشرح شيء واحد. ليش في ناس ما تتقبل الخضرة أو ما تاكلها كلش؟ في شغلتين، يا إن ما تعودوا فما هم صغار ما حد عودهم يأكلون الخضرة فما يتقبلونها، وثاني شيء ما يعرفون تحضيرها. الخضار مو كلها نفس الشيء، في الحلو مثل خلينا نقول بطاطا الحلوة، وفي اللي يكون المر مثل الجرجير، ففي أنواع كثيرة وكل واحدة طعمها غير عن الثاني، فكل واحد فيهم طريقة تحضيرها أو شنو الصلصة اللي ممكن تركب معاها اللي تطلع طعمها غير عن الثانية. الواحد مع الوقت راح يتعلم ويقدر يستمتع بالخضرة أكثر. خلنا نرجع حق موضوع الحصص الحين مرة ثانية. أوكي، شنو يعني حصة من الخضار وكم واحدة لازم ناكل باليوم؟ حق الكبار لازم ناكل 5 حصص باليوم، الصغار حسب العمر من 1 إلى 4 حصص باليوم. شنو الحين يعني هذه الحصص؟ ممكن تكون 1 كوب من الخضار الورقية مثل خلينا نقول الخس أو الجرجير، أو تكون 1/2 كوب من الخضار المقطعة مثلا الجزر أو البطاطا الحلوة أو الفلفل الأحمر، وممكن تكون 1/2 كوب من العصير الخضار نفس عصير الجزر. فهذا شنو يعني الحصص؟ فالحين انتوا الحين ابيكم تفكرون انتوا كم حصة من هذه الخضار تاكلون باليوم؟ هل هي 1؟ هل هي 2؟ اذا انتوا ما تاكلون ولا شيء وتوصلون حق مرحلة ان تاكلون 2 باليوم، هذا وايد زين، وان شاء الله نتطور من هذه 2 اليوم ونوصل حق 5. اذا انتوا اوريدي تاكلون مثلا 2، خلينا نحاول ان بالاسبوع الجاي نوصلهم حق 3 وبعدين نوصلهم حق 4. وبس الحين خلينا نبلش مع النصايح حق المبتدئين. النصيحة الأولى إن حاولوا تفكرون شنو الأكل اللي أنتوا تحبونه وشلون ممكن تزيدون نسبة الخضار في هذه الوجبة. تحبون الساندويتش، حطوا زيادة من الخس والطماط داخل الساندويتش. تحبون البيتزا، زيدوا كمية الخضار المقطعة بالصلصة مات البيتزا بدون ما تحسون. شنو بعد تحبون؟ خلينا نقول تحبون مثلا تاكلون الحمص، بدل ما تاكلونه مع خبز اكلوه مع خضار مقطعة. تحبون مثلا البطاطا المقلية، بدل ما تاكلون بطاطا العادية استخدموا بطاطا حلوة. أنا عندي فيديو أشرح لكم فيه شلون تسوون البطاطا الحلوة بالفرن، راح أحط لكم الرابط إن شاء الله. النصيحة الثانية حق اللي يحبون الحلويات، أسهل طريقة إنكم تتناولون خضار بدون ما تحسون إنكم تسوون السموذي. تبلشون مع الموز المثلج، هذه أسهل طريقة، وتحطون معاه سبانخ يطلع عجيب. وإذا ما تحبون السبانخ أو مو قادرين تقتنعون، شوفوا الفيديو اللي سويته مع الزهرة. إنزين، حطيت 2 سموذي استخدمت فيه الزهرة، هم ما راح تحسون بطعمه. إذا أنتوا مو مقتنعين بفكرة السموذي أو برد، خلينا نقول الجو بارد،
مو مستلطفين الفكرة أن تشربون سموذي خلال النهار. ممكن أنكم تسوون خضرة بالفرن، خصوصاً الأنواع نفس الجزر أو الشمندر أو البطاطا الحلوة، وتخبزونها أو أنكم هنقول تشوونها مع شوية زيت زيتون ملح وفلفل، وتستخدمون يا عسل يا شوية من شراب القيقب. هذا يساعد يطلع الحالات الطبيعية مالت الخضار نفسها، فراح تقدرون تستمتعون فيها أكثر. جربوها وأعطوني رأيكم. النصيحة الثالثة أنكم تبدون مع الخضار اللي طعمها يكون خفيف، ما في طعم المرورة، يكون طعمها مو قوي. اللي ممكن تبلشون فيهم هما السبانخ، الهليون، الجزر، الفلفل الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر، الخيار، الشمندر، وخصوصاً إذا شويتوه أو حمصتوه، واليقطين أو القرع، وطبعاً البطاطا الحلوة خصوصاً النوع البرتقالي أو النوع البنفسجي. النصيحة الرابعة إنكم تضيعون أو تخفون مذاق الخضار باستخدام بعض البهارات أو بعض الحمضيات أو بعض الدهون. فمثلاً خلينا نقول تسوون سوتيه حق البروكلي وبعدين تحطون عليه شوية طحينة وشوية ليمون، رح يعطي طعام وايد حلو. الشيء الثاني إنه ممكن تأخذون الخضار وتحطون عليها بعض البهارات أو حتى بعض جبنة البارميزان أو الخميرة الغذائية، هم رح تعطي طعم، تضيع طعم الخضرة إذا أنتوا للحين مو مستلطفينها، أو حتى لو أنتوا مستلطفينها بس رح يكون مذاقها اللي يخليكم تبون أكثر وأكثر. فجربوا وإن شاء الله رح توصلون حق الشيء اللي يعجبكم. ونصيحة، إذا مو مجربين الكيل تشيبس أو وصفة الكيل تشيبس اللي أنا حطتها عندي فيديو ثاني موجودة مدونة، جربوها خصوصاً إذا هو موسم الكيل عندكم، لأنه عجيبة أصلاً، راح تحسون أنكم قاعد تأكلون تشيبس، ما راح تحسون أنكم قاعد تأكلون كيل. النصيحة الأخيرة للمبتدئين إن إذا أنتم مستصعبين أنكم تدمجون الخضار في مع وجباتكم، إن خلوها حق الوجبة الخفيفة، خلوها حق وقت السناك. وطبعاً أساس إن يكون أسهل عليكم إن تلجؤون حق الخضار وقت الوجبة الخفيفة، لازم تكونوا مجهزينها مسبقاً، تكون مغسولة، تكون مقطعة وموجودة بالثلاجة أو موجودة مثلاً بحقيبتكم مالت المدرسة، بحيث إنه يكون وايد أسهل إنكم تاكلونها بدون بدل ما تلجؤون حق الأشياء الثانية اللي يعني منافعها الصحية تكون أقل. آخر شيء بقوله إن أدري وايد منكم عندكم هدف إنكم تنقصون وزنكم. أنا ما أحب أتكلم عن الرجيم والدايت واتباع نظام غذائي لتنزيل الوزن، أنا أحب إن أركز على الصحة والإحساس إن الواحد يكون عنده طاقة أكثر. نتكلم عن هالموضوع من قبل أكثر من مرة، فبس اللي بقول لكم إياه إن بالأخير الخضروات معروف إن السعرات الحرارية اللي فيها أقل، خصوصاً إذا أنتوا ما قليتوها وما غطيتوها بكريمة وجبنة، فخلوا هالشيء ببالكم. وإنه ممكن يساعد الإنقاص الوزن إنكم تزيدون كمية الخضرة اللي تأكلونها بدون ما تفكرون بالسعرات الحرارية، لأن بس تزيدون كمية الخضار طبيعي راح تقللون من أنواع الأكل الثانية اللي ممكن السعرات الحرارية تكون فيها أكثر. يسمون هذا بالإنجليزي crowding out، لأنكم أنتوا لا شعورياً راح تلغون بعض الأكلات من يومكم اللي ممكن إن يعني قاعد تخرب عليكم إنكم توصلون حق الوزن اللي أنتوا تبونه. شيء ثاني، ترى ماكو شيء راح يصير بسهولة، يعني لازم تبذلون مجهود. يعني مثلاً خلينا نقول في نوع خضار أنتوا مستلطفينه، قصبوا روحكم شوي شوي، يعني لين ما تتعودون على طعمه أكثر. وبس هذه النصايح. وصلنا الحين حق الأخير اللي بقول لكم إياه، إنكم تحاولون تتحدون نفسكم. فكروا أنتوا كم حصة تأكلون باليوم وزيدوها مرتين، إذا أنتوا تأكلون اثنين خلوهم أربع من الحين لأسبوع الجاي، وراح أعطيكم إن شاء الله النصايح حق اللي هنقول متطورين أكثر بأكل الخضار. ووعدكم بأول الفيديو راح أقول لكم شنو أنا راح أنقي، على كثر ما أحب الحلو، على كثر ما أنا خذل مدمنة عليه وأعشقه وأعشق إني أجرب وصفات الحلو، بس تخيرتوني بين الحلويات والخضار أكيد بدون تفكير راح أنقي الخضار، مو بس حق قيمتها الغذائية، جد أنا أستمتع بكل وجبة فيها خضار. أصلاً وجبة ما فيها خضار ما أستمتع فيها، فما قاعد أقول هالشيء يعني إلا أنا
مجربه و يعني مع الوقت مع تجاربي مع السلطات ومع الصلصات ومع الوصفات الثانية اللي فيها الخضار، خصوصا ان انا احب ان معظم اكلي يكون نباتي، اقدر استمتع وايد بالخضار. فخلوا هالشيء ببالكم وان شاء الله الله يسهل عليكم انكم تاكلون كل الحصص المفروض تاخذونها باليوم، تاكلونها باليوم مثل ما وريتكم. ترى هي مو كثيرة بس يبيلها وعي ويبيلها تركيز، وان الواحد يعني ما يكون عشوائي يحسب حساب انها انا كم حصة اكلت باليوم، اوكي خل ازيد شوية مني ازيد شوية منك، وان شاء الله يكون سهل عليكم مع الوقت. شوفكم في الفيديو القادم، باي.